وفي حال آمنة لم تتعلم فهذا الصندوق وما فيه راح يروح لتعليم طلاب جامعيين، بمعنى انه هذا الصندوق فقط لتعليم آمنة ولا غير. هل عندك فكرة ثانية عن هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما قلته صحيح، هذا الصندوق يتضمن هذه الأمور، وبما أنني الآن الوطي الشرعي على أن سرحان من المحكمة الشرعية وأيضا من الشؤون، فأنا كان هدفي الوحيد والأسمى أنه يكون الصندوق هذا واضح للعيان وواضح للجمهور، حتى يعني المتبرع يشعر بأنه فعلا يتبرع لطلاب جامعيين وبما فيهم أمن سرحان. فكل الهدف كان أن نوضح هذه الصورة للجمهور بأن هذا الصندوق معد فقط وفقط لتعليم أمن سرحان، وفي حال أن أمن سرحان لم تتعلم فإنها لم تنال من هذا الصندوق أي شيء من المال، ونحن إن شاء الله هدفنا أن تصل أمن سرحان إلى أعلى المستويات، وسنعمل من أجل ذلك إن شاء الله رب العالمين. وأيضا هذا الصندوق معد لأمن سرحان من جيل 18 سنة حتى 25 سنة، في هذه الفترة لابد لأمن أن تستغل ما تستغل من المال حتى تتعلم، وبعد 25 سنة إن بقي هنالك فائض فهذا الفائض سيذهب لطلاب آخرين كما قرر في هذا الصندوق. إذا لا خلاف في الموضوع، لا خلاف، ولكن الهدف كان هو التوضيح للجمهور بأن هذا الصندوق توضي ملال، إنه في البعض من الجمهور يعتقد إنه هذا الصندوق مش بس للتعليم إنما أيضا لرعاية أمني في حياته. هكذا على الأغلب، أنا لا أريد أن أقول الجميع ولكن البعض. الأكثر نعم. الأكثر يعتقد بأن هذا الصندوق أعد فقط لأمن سرحان، بما أن التقرير الأول الذي نزل عن طريق المواقع كما أذكر لم يذكر بأن هذا الصندوق كان للتعليم، وإنما ذكر بأنه لأمن سرحان، ومن يريد أن يتبرع فليتبرع على النص البنكي. نعم منال، أنت بصفتك الوصية على أمنة، طبعا وصية حد جيل 18، هل انت مطلع على هذا الصندوق؟ يعني هذا الصندوق قيم من تقريبا 6 أشهر 7 أشهر هيك ايش تقريبا، هل انت مطلع على الصندوق؟ يعني هل بيجي تبرعات على الصندوق؟ قديش في الصندوق؟ ولا انت غير مطلع اطلاقا؟ صراحة لم اطلع على ذلك ولم يسمح لي ايضا ان اطلع على ذلك، بما انني لست من اللجنة. نعم من اللجنة. ولكن إن شاء الله رب العالمين أن يكون الهدف هدف سامي وراقي إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. شكرا لك.